بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا رد على الفلاسفة والملاحدة الذين عندهم اصطلاحات اصطلحوا عليها ويريدون أن يفسروا كلام الله ورسوله على حسب اصطلاحاتهم، كما أن المشركين من المشرك الجاهلية والقبوريين في الإسلام لهم اصطلاحات ويريدون أن يفسروا كلام الله ورسوله حسب اصطلاحاتهم. فلما سمعوا لفظ الشفاعة في القرآن وفي السنة فسروها بأن المراد بذلك اتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله في قضاء حاجاتهم، فهم شفعاء بمعنى وسائط بينهم وبين الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيفسرون الشرك بأنه التوسل إلى الله وطلب الشفاعة من الأولياء والصالحين الذين تقربوا إليهم بأنواع من العبادات، أنهم إنما فعلوا ذلك طلبا للشفاعة، في حين أن الشفاعة المذكورة في الكتاب والسنة معناها الدعاء، لأن تطلب أو يطلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب من عباد الله الصالحين والأتقياء أن يدعو الله لهم بالشفاء والعافية والرزق وغير ذلك، فيدعون لهم. هذا هو المراد بالتوسل الشرعي، يعني من معانيه طلب الدعاء من الصالحين، فيدعون الله لمن طلب منهم ذلك، كما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بنزول المطر وغير ذلك، وكما طلب الصحابة من العباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله لهم بالسقيا. هذا هو المعنى الصحيح للشفاعة. والخلق يوم القيامة حينما يأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في أن يدعو الله بأن يفصل بينهم ويريحهم من
الموقف الطويل والزحمة الشديدة، فيطلبون من أولي العزم من الأنبياء أن يدعوا الله لهم في أن يريحهم من الموقف. وانتهى الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا الله أن يريح العباد من الموقف إلى الحساب، فقبل الله شفاعته، ولذلك تسمى هذه الشفاعة العظمى التي والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، ويتبين فضله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. هذه هي الشفاعة الشرعية، طلب الدعاء من الحي الحاضر سواء في الدنيا أو في الآخرة، هذا هو المعنى الصحيح للشفاعة. أما أن يجعل معنى الشفاعة عبادة الأولياء والصالحين بحجة أنهم يشفعون إلى الله فهذا باطل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يسمونه شفاعة ولا يسمونه شرك، والله سماه شركا. ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون، وهم يقولون هذا ليس شركا وإنما هم شفعاؤنا عند الله، نحن لا نشرك بهم مع الله، مع أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا، اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا معنى باطل وليس هو معنى الشفاعة التي جاءت بها الأدلة، وإنما فسروا الأدلة الواردة بالشفاعة على اصطلاحهم هم، أن تجعل بينك وبين الله واسطة في قضاء حوائجك من الأموات والأضرحة وغير ذلك، هذا هو المعنى الباطل للشفاعة. لكن هم يفسرون الشفاعة بهذا اصطلاحهم، وهو اصطلاح باطل. كما أن الملاحدة من الفلاسفة لهم اصطلاحات، لهم اصطلاحات وضعوها لأنفسهم، فيريدون أن يفسروا كلام الأنبياء على حسب اصطلاحاتهم، وهذا باطل. كلام الأنبياء بريء من اصطلاحات الفلاسفة والملاحدة، لكن هذه قاعدة مضطردة عند أهل الباطل، أنهم يمشون على اصطلاحات باطلة ويفسرون بها كلام الأنبياء. ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. نعم، فهم يقولون إن يقولون في اصطلاحات سيذكرها الشيخ تنبهوا لها، إن هذه هي مراد الأنبياء. نعم. ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك. نعم، من عرف مراد الأنبياء ومراد الفلاسفة وعلماء الكلام اصطلاحاتهم عرف الفرق بين كلام الأنبياء وبين اصطلاحاته. نعم.
مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول. نعم، العقل، العقل في كلام الأنبياء وكلام أهل العلم، مراد الله بالعقل أفلا يعقلون، المراد به غريزة يجعلها الله في الإنسان يعرف بها، يميز بها الحق من الباطل. وليس العقل، ليس العقل شيئا مجسما أو ما يسمونه بالجوهر، فالعقل معنى من المعاني، العقل معنى من المعاني مثل الروح، مثل، فلا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. هم يقولون لا، العقل لهم اصطلاح فيه، يفسرون بفلك من الأفلاك، وأنه هو الذي يتصرف في الكون، فلك القمر أو ما أشبه ذلك من اصطلاحاتهم، وأن فلك القمر يتصرف فيما تحته، يسمونها العقل الفعال، أي فلك القمر. خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ويفسرون كلام الأنبياء بذلك، يفسرون العقل بهذا. نعم، فالعقل هو غريزة أو صفة تقوم بالإنسان يميز بها بين الحق والباطل والنافع والضار. سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما لا يليق، يعقل الإنسان عما لا يليق به. تجد اللي ما عنده عقل ما يميز بين الأشياء النافعة ولا الضار ولا الخير ولا الشر، اللي ما عنده عقل يفقد هذه النعمة، تجده أحط من البهائم ولا يميز. أما الذي وهبه الله العقل فإنه يعقله عما لا يليق، ويسمى حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني عقل، سمي حجرا أيضا لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق. وهو من آيات الله عز وجل، ومن أكبر النعم على هذا الإنسان أن أعطاه العقل. نعم، الفلاسفة والملاحدة يفسرون العقل بغير هذا، انتبهوا. نعم، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول، وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا. أي نعم، أنه هو اللي يدبر الكون، العقل خلقه الله ثم وكل إليه تدبير الكون، بل يفسرون اللوح المحفوظ والقلم لأنها من هذا الباب، أنها من العقل. خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه. نعم، أن العقل هو مبدع الأشياء، مع أن المبدع للأشياء والخالق لها هو الله، لا خالق إلا الله سبحانه، الخلاق العليم. هم يجعلون العقل أنه خلقه الله، أو ما يعترفون أيضا أن الله خلق، ويقولون أنه قديم مقارن لله عز وجل، يسمونه العلة، علة الكون أو علة العلل. فهم بالحقيقة ولا كلام مجانين، ولا كلام المجانين ما يقولون الكلام هذا. نعم، فهذا العقل عندهم. نعم، يفسرون العقل في القرآن والسنة بهذا التفسير الباطل. نعم، بعد إذن فضيلتك، هذا أحد جيران المسجد سيارة داخل المنزل، يذكر أن أحد الطلاب أغلق عليه في السيارة، السيارة هي فورد فيراني، فورد فيراني، ورقم اللوحة كاف قاف نون 379. فيراني؟ اي نعم، فورد فيراني كذا، يعني لوحته إيرانية؟ لا،
لون السيارة فيراني. فيراني ها؟ في فيراني. فيراني ما هو نعم. إيراني. لا لا. هي ما تبي توضح الكلام. نعم. يقول والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر. ويعلم بالاضطرار من ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله ولا رب كل ما تحت فلك القمر ولا من هو. يفسرون أيضا الملائكة بهذا يقولون هي العقل والملائكة ليس لهم وجود ذاتي أو مادي كما هو التعبير الآن، إنما الملائكة والشياطين ليس لها وجود مادي جسماني وإنما هي معاني معاني. فالأفكار الطيبة هذه ملائكة، الهواجس والأفكار الطيبة هذه ملائكة، والأفكار السيئة هذه شياطين. وليس معنى الملائكة والشياطين أن هناك مخلوقات تسمى ملائكة أو تسمى شياطين، إنما هي أشياء معنوية. هذا قول الفلاسفة في الملائكة. ومن نقل مذهبهم ممن ابتلي بهم من المسلمين. فالله جل وعلا أخبر أنه جعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الملائكة من النور، وخلق آدم من تراب، وخلق الشيطان مما وصف لكم بقوله تعالى ومن مارج من نار والجن وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار. ويقولوا لا، ما هم مخلوقات، هذه هواجس وأفكار تطرأ على الإنسان، فإن كانت خيرا فهي ملائكة وإن كانت شرا فهي شياطين. هذا كلام عقلاء، ويفسرون القرآن الملائكة والشياطين بهذا، ما جاء في القرآن من ذكر الملائكة والشياطين يفسرونه بمصطلحهم الباطل. فهذه مصيبة أصيب بها بنو آدم من هؤلاء. نعم. ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله ولا رب. الملائكة عباد، الملائكة عباد، قال جل وعلا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال سبحانه يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هم عباد لله عز وجل يعبدون الله ويمتثلون أوامر الله. الكون كل موكل بعمل يعمله بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله ولا رب كل ما تحت فلك القمر ولا لا رب إلا الله سبحانه وتعالى، وكل المخلوقات كلها الله ربها وخالقها، الملائكة والشياطين وغير ذلك. فالله خالق وما سواه مخلوق. نعم. ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. وهذا العالم، هذا العالم العلوي والسفلي ليس أزلياً، ليس أزلياً، بل هو مخلوق ومحدث، خلاف قول الفلاسفة بقدم العالم، فإن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. هذا هو عقيدة الرسل والإيمان بالله عز وجل. أنت الأول فليس قبلك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقولها الأول الذي ليس قبله شيء والآخر
الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ما أحد يستر الأشياء عن الله ويحجبها عن الله، ليس دونه شيء، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. فهذا هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم أول ما خلق الله العقل، فقال له قم فقام، قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال ما خلقت مثلك أو نحو من يأتي هذا، هذا باطل، وليس أول ما خلق الله العقل، ليس أول ما خلق الله العقل. ومن الذي يحدد أول ما خلق الله؟ الله لا يزال يخلق سبحانه، لا يزال يخلق، فمن الذي يحدد أولية المخلوقات؟ هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فهذا يدل على بطلان هذا الحديث. نعم. ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم. لو كان الحديث حقا فإنه لم يروى بالرفع أول، لكن هم يروونه بالرفع، يجعلونه أول المخلوقات، وإنما الحديث الذي جاء على بطلانه أول ما خلق الله العقل قال له قم إلى آخره، يعني أنه من حين خلقه قال له قم، أن قيامه وإقباله وإدباره عند بداية خلقه، وهذا لا يدل على أن العقل أول شيء. نعم. مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية. نعم، لا برفعها كما يقولون. نعم. فقال له أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك أخذ وبك أعطي، وبك الثواب وبك العقاب. نعم، هو أن الله يأخذ بالعقل ويعطي ويثيب ويعاقب، صحيح هذا، لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، وأما المجنون الذي ليس له عقل فهذا غير مكلف، هذا لا يؤاخذ ولا يحاسب ولا يكلف، لأنه فاقد للعقل. إنما الكلام في أول الحديث، أنه أول ما خلق، أنه هو أول كل شيء العقل. نعم. فلا شك أن العقل مخلوق، هذا مسلم، ولا شك أنه به يأخذ به يثيب وبه يعاقب وبه يأخذ وبه يعاقب، هذا مسلم. أما أنه أول المخلوقات وأنه ما خلق شيئا أعز منه، هذا باطل. نعم. وروي لما خلق الله العقل، فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه. إيه، خاطب العقل حينما خلقه، لا أنه أول المخلوقات. نعم. وأنه خلق قبله غيره، هذا شك. نعم. وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات، بلا شك إن هذا تحصل به هذه الأمور الأربعة، به يأخذ وبه يعطي وبه يثيب وبه يعاقب فقط. أما أنه يتصرف، العقل يتصرف في المخلوقات وكل المخلوقات من إيجاده، هذا كلام باطل وكفر بالله عز وجل، كفر بربوبيته. نعم. والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، يراد به
القوة التي بها يعقل، يعقل التي بها يعقل، القوة التي بها يعقل الإنسان. قوة ما هو شيء موجود مخلوق يرى ويشاهد، هل أحد يشاهد عقله ويراه؟ لا، مثل الروح لا أحد يراها ولا أحد يشاهدها، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. فالعقل إنما هو قوة فقط جعلها الله في هذا الآدمي، خصه بها بين المخلوقات. فهو ليس يقوم ويقعد ويقبل ويدبر كما ذكروا. نعم. يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك. هي بالعقل، يعني يدرك بالعقل علوم وأعمال بعقله وتفكيره، يدرك الأشياء الضارة ويدرك الأشياء النافعة بهذا العقل، وهو من عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يراد به قط في اللغة جوهر قائم بنفسه. الجوهر والعرض، العرض ما يقوم بغيره، ما يعرض ويزول، أما الجوهر فهو المادة اللي يسمونها الآن المادة الجسمية، فالعقل ليس من هذا القبيل. نعم. فلا يراد به قط في اللغة جوهر قائم بنفسه، فلا يمكن أن يراد به هذا المعنى. العقل لا يقوم بنفسه ويستقل، وإنما يقوم بغيره، يقوم بالإنسان. نعم. فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل، مع أننا قد بينا في مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح. نعم. فبين الشيخ في رده على هؤلاء الفلاسفة في كتبه الأخرى، بين هذا بتوسع. نعم. وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها. فالعقل مثل النفس، يعني الروح مثل النفس التي تحل في الإنسان وتخرج وتفارق البدن بالموت. العقل كذلك صفة من الصفات التي لا يعلمها إلا الله، يجي ويروح في الإنسان، يفقد ويوجد، وبه يتصور الإنسان الأشياء، مثل ما إنه بالروح كذلك يتحرك ويمشي ويأكل ويشرب مدة بقائها في جسمه. نعم. ويحس ويرى. نعم. ويسمع ما دامت الروح فيه. ومن يعرف حقيقة الروح؟ ما أحد يعرف إلا الله جل وعلا. نعم. فهذا منتهى ما يثبتونه، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب. والمقصود هنا، يعني الفلاسفة. نعم. والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله. كثيرا ممن ابتلي وأعجب بالفلاسفة وعلماء الكلام يسلك هذا المسلك ويفسر القرآن بهذا، بهذه الاصطلاحات الباطلة التي تخالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤولون النصوص حتى تتوافق مع هذه الأباطيل، فيخضعون القرآن والسنة، يخضعونها لقواعدهم ومصطلحاتهم. والواجب العكس، أن تخضع المصطلحات والعلوم العقلية، أن تخضع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هم لا يقدمون العقل على الوحي، العكس. نعم. والمقصود هنا أن كثيرا من كلام، قد ابتلي كثير من الكتاب المعاصرين الآن اللي يسمون بالعقلانيين،
بهذه المصيبة، فصاروا يقدسون العقل، وأن العقل حتى يكذبون الأحاديث الصحيحة إذا تخالفت بزعمهم مع العقل كذبونها ولو كانت في البخاري ومسلم، يقولون هذه تخالف العقل، ولذلك يسمون بالعقلانيين كتاب وباحثون ومثقفون من هذا النوع من أفراخ المعتزلة. نعم. والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله، وهم الذين مشوا على طريقة هؤلاء ممن ينتسبون إلى الإسلام فيجعلون العقل حاكما على الدين وعلى النصوص ويعكسون المراد. نعم. كما يوجد في كلام صاحب الكتب المظنون بها، يعني الغزالي له كتاب اسمه المظنون، الكتاب المظنون على غير أهله، يعني المبخول به، الظن هو البخل، مظنون وما هو على الغيب بضانين يعني ببخيل، فالمظنون به يعني يقول هالكتاب ما يستحقه إلا أهله لجلالته عنده، وهو كله فلسفة وخرابيط ما في فائدة. نعم. كما يوجد في كلام صاحب الكتب المظنون بها وغيره مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية، ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول، ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفي الشفاعة عند الفلاسفة والملاحدة يقولون ما هم معناه أنه يدعو لك الذي تتوسل به يدعو لك، أو أنه يتوسط لك عند الله، وإنما هو فيض، وإذا وقف عند القبر لو ما قال شيء يفيض من روح الميت نور على الزائر، فيستفيد بصيرة في من هذا النور الذي يشع عليه من القبر، هذا أشد من فعل القبوريين. نعم. للزيارة عندهم زيارة القبور معنى غير ما عند المشركين، يقولون أنه يزور القبور ما هو لأجل أنه يطلب منها أو يطلب الشفاعة منها، بل يزورها لأجل الفيض الذي يفيض منها، لأنها أرواح طيبة نورانية فيفيض منها على الزائر ما يفيض ويرجع بذلك مستنير البصيرة، هذا أشد من قول القبوريين. نعم. ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري، وإن كان الشفيع قد لا يدري، أنت إذا زرته له هو يمكن ما يدري بك، لكن يفيض عليك من روحه ومن ما فيه من النور يشع في قلبك. نعم. وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا، سلك صاحب الكتاب اللي هو الغزالي مسلك ابن سينا الفيلسوف الإسماعيلي الخبيث. نعم. كما قد بسط في موضع آخر. نعم. والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الكلام الذي استطرد به الشيخ وهو مفيد جدا، المقصود به أن يبين بطلان تفاسير هؤلاء الذين يفسرون كلام الله وكلام رسوله بمصطلحاتهم أو مصطلحات مشايخهم، فهم من جنس الفلاسفة الذين يفسرون كلام الأنبياء بمصطلحاتهم الخبيثة. نعم. والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه
للغة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفظ القديم، فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن. القديم ليس من أسماء الله، من أسماء الله الأول والآخر، وليس من أسمائه القديم، لأنه ما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه، كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. هل هذا العرجون القديم هو ما قبله شيء؟ ما قبله شيء. فالقديم لا يدل على الأزلية مثل الأول، فلذلك لا يسمى الله بالقديم وليس من أسمائه القديم، لأنه ما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه، فلا يليق بالله عز وجل. نعم. كلفظ القديم، فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره. القديم خلاف الحديث، خلاف يقال قديم وحديث يعني جديد، وما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه. نعم. كقول الله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل، منازل القمر اللي هي 29 منزلة أو 30، 29 إن كان الشهر ناقصا أو 30 إن كان الشهر وافيا، هذه منازل، كل ليلة ينزل في منزلة حتى يستكملها، يقطعها كلها في شهر، يقطعها كلها في شهر، كل ليلة في منزلة، قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، انتهى إلى أن يكون يشبه العذق اليابس، عذق النخلة. تعرفون العرجون؟ العرجون عذق النخلة اليابس، ما هو بيلتوي ويصير كأنه هلال، مثل الهلال يصير، هذا العرجون القديم. القديم ضد العرجون الحديث، العرجون القديم يعني مضى عليه وقت، ولذلك لمضي الوقت عليه يبس وانحنى. نعم. حتى صار الهلال يشبهه. نعم. وقال الله تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم، لما قال يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله، حتى حلفوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، ما يمكن تبي تجي ريح يوسف، منين تجي؟ فصار الواقع كما حصل ليعقوب عليه السلام، لما فصلت العير، يعني خرجت العير من مصر ومعهم الثوب قميص يوسف، لما انفصلوا من مصر متوجهين إلى فلسطين أدرك يعقوب عليه السلام ريح يوسف، قال إني لا أجد ريح يوسف، هذا من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم لاموه، قالوا أنت في ضلالك يعني في خطائك، هو المراد الضلال الكفر حاشا، في ضلالك يعني في خطائك القديم، أنت ترجي يوسف، ويوسف هالك، وين هو يوسف؟ ما هو موجود. نعم. وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، هذا يقوله له الذين عنده لما سافروا المصر، والذين سافروا المصر ورأوا يوسف وأعطاهم القميص، ما قالوا هذا، اللي قالوها الجالسين في البلد. نعم. وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، الأقدمون جمع قديم، فكل جيل بعده جيل، الجيل الأول يسمى قديم نسبي، قديم قدم النسبي، لأن ما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه. نعم. وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره. نعم. القديم عند علماء الكلام هو الذي لم يسبقه غيره، وهذا باطل، لأنه ما من قديم إلا وقبله قديم. نعم.
وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقاً بعدم نفسه. نعم. ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز. ولفظ نعم. نعم. ولفظ الحديث في لغة القرآن مقابل لفظ الحديث اللي يقابل القديم، الحديث يعني الجديد. نعم. ولفظ الحديث في لغة القرآن مقابل لفظ القديم في القرآن. نعم، القديم والجديد والحديث. نعم. وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث، هذا لأنه سبق أنه يقول أن النحويين اصطلحوا أيضا على اصطلاح من عندهم، يريدون أن يجعلوه قاعدة، قالوا إن الكلام عند النحويين عبارة عن الجملة المفيدة، الكلام يطلق على الجملة المفيدة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هذا قول ابن مالك، فالكلام هو الجملة المفيدة المكونة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل، هذا عندهم الكلام. أما الكلمة فيريدون بها اللفظ المفرد مثل الحرف والاسم والفعل، فالكلمة هي اللفظ المفرد الذي لا يفيد إلا مع غيره، إذا ركب مع غيرها فاد، أما إذا لم يركب مع غيره فإنه لا يفيد. فلو قلت مثلا قد، ما استفدنا شيء، هي حرف لكن ما يستفاد، أو قلت مثلا جاء، ما استفاد، من هو اللي جاء، اسم، أو قلت مثلا محمد، من هو محمد، أو رجل، ما استفادنا شيء، حتى تربطه مع غيره، تقول جاء محمد مثلا، جاء محمد، محمد قدم، أو ما أشبه ذلك، هذا عند النحويين. الشيخ يقول هذا اصطلاح، وإلا فالله جل وعلا أطلق الكلمة على الكلام المفيد، أطلق الكلمة اللي تقولون إنها لفظ مفرد لا تفيد، الله أطلقها على الكلام المفيد، سماها كلمة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، سمى كل كلامهم كلمة، دل على أنه ما هذا اصطلاح وليس هو لغة، ليس هو لغة. النحويون قالوا نعم يمكن أنه أحيانا يراد بالكلمة الكلام، لكن الغالب أنه ما يراد بالكلام إلا اللفظ المفيد، أما الكلمة فتطلق على اللفظ الذي لا يفيد إلا مع غيره، هذا في الغالب. وقد يراد بالكلمة الكلام، جابوه من باب القلة، ولهذا يقول الناظم وكلمة بها كلام قد يؤم، يقصد يعني، وهذا اصطلاح، اصطلاح النحويين، ولا فرق بين الكلام والكلمة، كل منهما مفيد. نعم. قل ألقيت كلمة، ألقيت كلمة في الحفل الفلاني، هل معنى أنك وقفت وقلت هاء ولا عين؟ لا، ألقيت كلمة يعني خطبة أو محاضرة، كلام طويل يسمى كلمة، هذه لغة العرب. نعم. فالحاصل أن اصطلاح النحويين ما يحكم به على اللغة العربية، ما يحكم به على اللغة العربية، والقصد من هذا كله الرد على الذين يفسرون الكتاب والسنة بمصطلحاتهم الخاصة. نعم. وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد بها الجملة التامة. نعم. إنما يراد بها الجملة التامة. أعد. وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث. أي نعم. وسائر لغة العرب إنما يراد بها الجملة التامة. والنحويون يقول لا، ما يراد بها الجملة التامة، وإنما يراد بها اللفظ المفرد فقط، واسم وفعل ثم حرف الكلم، يقول الناظم هذا على اصطلاح النحويين، ولذلك هو قال هذا، قال كلامنا، كلام من؟ النحويين يعني،
كلام النحويين اصطلاح يعني. نعم. وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد بها الجملة التامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسمى سبحان الله وبحمده كلمة، سبحان الله العظيم كلمة، مع أنها جملة، مع أنها جملة، سبحان الله وبحمده هذه جملة وليست لفظا مفردا، سبحان الله العظيم هذه جملة أيضا، دل على أن الكلمة تطلق على الجملة لا كما يقوله النحويون، الكلمة تطلق على اللفظ المفرد الذي لا يفيد إلا مع غيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. لبيد ابن ربيعة الشاعر الفحل في الجاهلية، ثم أسلم رضي الله عنه، حسن إسلامه وترك الشعر واستبدله بالقرآن، وقال وهو في الجاهلية يرثي بعض الملوك أو بعض الرؤساء أو الكرام من العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل امرئ يوما سيعلم غيبه، إذا أحضرت عند الإله الحصائل، إلى آخر ما جاء في القصيدة، وهي من الشعر الجيد الجزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فكل شيء ما عدا الله فإنه باطل، بمعنى ما يراد به وجه الله جل وعلا والعمل الصالح، فهذا يراد به الله جل وعلا، فكل ما سوى الله فهو مخلوق وفاني، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل مخلوق فإنه فاني، ويبقى الله جل وعلا الواحد الأحد، فكل ما خلا الله باطل يعني فاني وزائل، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. ألا كل ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. يقوله لما مات هذا الرجل تمثل بهذا. نعم. لأنه لو كان يبقى أحد أو يحيى أحد بقي هذا، لكن ما الله كتب الفناء على كل شيء، يسلي نفسه بذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. وكل امرئ يوما سيعلم غيبه إذا كشفت عند الإله الحصائل. نعم. فقولا له إن كان يملك أمره: ألما يعظك الدهر أمك هابل، فتعلم ألا أنت مدرك ما مضى، ولا أنت مما تحذر النفس وائل. قصيدة عظيمة عندي وطويلة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، مع أنها ما هي بحرف ولا اسم فقط ولا فعل فقط، وإنما جملة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه حرف ولا لا؟ ولا جملة؟ جملة. ومع هذا سماها كلمة، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة. نعم. كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومنه قوله سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا، هذه جملة، ومع هذا سماها الله كلمة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، مع أنها جملة، فهذا يرد على النحويين في أنهم يقولون الجملة ما أفاد،
وأما الكلمة فهي اللفظ الذي لا يفيد إلا مع غيره، يركب مع غيره. نعم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قل يا أهل الكتاب، اليهود والنصارى، هذه مناظرة طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم للمناظرة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كلمة ولا كلام؟ هذا كلام، ما هو كلمة يعني حرف ولا اسم ولا فعل فقط كما يقوله النحويون. نعم. وقوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الله دينه كله شرعه، كلمة الذين كفروا هي السفلى، الكفر والشرك. نعم. ما هو بحرف ولا اسم ولا فعل فقط، كل ما عليه الكفار. نعم. وأمثال ذلك: ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى. إلا بهذا المعنى، الكلام والكلمة لا يوجد في لغة العرب. إذن هذا اصطلاح، تقسيم النحويين إلى الكلام، إلى تقسيم النحويين اللفظ إلى كلام وإلى كلمة، هذا اصطلاح منهم. نعم. والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة. أي نعم. ثم يقول بعضهم: واسم وفعل ثم حرف الكلمة. نعم. ثم يقول بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام. أي قد، يعني على ندرة. هذا ما هو صحيح، ما هو على ندرة، بل يراد بالكلمة الكلام كثيرا. نعم. فالكلمة مرادفة للكلام. نعم. ثم يقول بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام. وكلمة، يقول الناظم: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني على قلة. هذا ما هو صحيح. نعم. ثم يقول بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام، فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب. وليس هو لغة العرب، إنما هو اصطلاح. نعم. وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة. أنتم تعرفون الشيخ رحمه الله يفيض في الأمور ويستطرد لأجل الفائدة وتأصيل، لأجل تأصيل الشيء وتقعيده. نعم. حتى يرسخ. نعم. وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة يراد. لفظ ذوي الأرحام في اصطلاح الناس أو بعض، يعني كثير من الناس، إن ذوي الأرحام هم الورثة فقط، مع أن ذوي الأرحام كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو الأم، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. الاصطلاحات لا تحكم على الوضع الأصلي. نعم. وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين، فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض، وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب. ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم، يعني للورثة فقط الذين يرثون بفرض أو تعصيب، يسمونهم ذوي الأرحام. بل إنهم الفرضيين يسمون ذوي الأرحام هو الذي لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب، مثل الخال والخالة والجد من قبل الأم والجدة، والجد من قبل الأم وجدة الأم وما أشبه ذلك، يقولون هؤلاء ذوي الأرحام، هو من لا يرث بفرض ولا تعصيب. هذا اصطلاح فرضي. ذوي الأرحام يشمل الورثة وغيرهم، يشمل القرابة. نعم. ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم، فيظن من لا يعرف إلا ذلك. يعرفون ذوي الأرحام، يقولون من لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب، وإنما يرث بالرحم المجردة فقط. فهذا اصطلاح. نعم. فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ ذوي الأرحام. نعم.
أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة. ونظائر هذا كثيرة. نعم. ولفظ التوسل ولفظ التوسل والاستشفاع هذا رجع إلى الأصل، لما جاب لكم هالأمور هذه وقرر هذه القاعدة رجع إلى الأصل الذي هو يتكلم فيه. نعم. ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. التوسل في كلام الله ورسوله، الوسيلة في كلام الله ورسوله الأعمال الصالحة، ابتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه سبحانه، تقربوا إليه بالأعمال الصالحة، هذا هو الوسيلة في كتاب الله وسنة رسوله. لكن عند المخرفين يقولون لا، الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق، هذه هي الوسيلة، تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق، وهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوسيلة تطلق ويراد بها الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله، هذا في الكتاب والسنة. ويطلق أيضا الوسيلة على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من القصر الذي في الجنة، وقال لا ينبغي أن يكون إلا لعبد صالح وأرجو الله أن أكون هو، فإذا فاسأل الله لي الوسيلة، اسأل الله لي الوسيلة، لما أمر بمتابعة المؤذن ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. هذا في الحديث. ومعنى ثالث هو الباطل. إذن الوسيلة بمعنى العمل الصالح هذا صحيح، وهذا لغة القرآن. الوسيلة بمعنى المنزلة في الجنة هذا صحيح، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الوسيلة بمعنى اتخاذ المخلوقين وسائط بين السائل وبين الله هذا باطل. وهذا هو الاصطلاح اللي يريدونه، يقولون ابتغوا إليه الوسيلة، اجعلوا بينكم وبين الله وسائط. وإذا قلت لهم هذا شرك قالوا لا، هذا وسيلة، والله أمر باتخاذ الوسيلة، إننا نجعل وسائط. يفسرون كلام الله باصطلاحهم الباطل، هذه مصيبة جدا. نعم. ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق صدق إلى نقل مصدق نقل إلى نقل مصدق ونظر محقق. أي نعم، العلم يحتاج إلى أمرين، إلى نقل ثابت عن الله ورسوله، وإلى علم صحيح، تفسير كلام الله كلام رسوله وبيان الفقه الذي فيهما، هذا هو العلم الصحيح. نعم. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق، والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته. نعم، هذا معنى نقل مصدق، يعني يعرف ثبوت نقله ثم يعرف دلالته، هذا المعنى المحقق، هذا هو العلم الصحيح. نعم. والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله. نعم. فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية، الحكاية التي مرت لمالك مع أبي جعفر المنصور، فإن جاء فيها ألفاظ لم يقلها مالك رحمه الله ولا تنطبق على مذهبه، وأيضا هي باطلة من جهة السند، فهي باطلة لفظا وباطلة سندا، سندا ومتنا باطلة. نعم. ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة
لأن الله أمر، لأن يزعمون المالك قال لأبي جعفر فإنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، وسيلة بمعنى الوساطة على اصطلاحهم هم الوساطة، مع أن الوسيلة ليست هذه، الوسيلة هي التقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح. نعم، فهم كذبوا على مالك وأسندوا إليه اصطلاحهم الباطل أن الوسيلة هي الوساطة، وساطة المخلوق عند الخالق. نعم. ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه في كل مكان. نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمل من فضيلتكم أن يوضح لنا الفرق بين قوله أول ما خلق الله القلم بالنصب وبالرفع، وما الذي يترتب على ذلك عند الفلاسفة. أول يصير مبتدأ، وأما أول معناه الظرفية، أن الله حينما خلق العقل قال له خاطبه، حينما خلقه خاطبه، وليس معناه أن العقل هو أول المخلوقات، وإنما من أول ما خلقه خاطبه بهذا الكلام، هذا فرق عظيم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الباطل أول ما خلق الله العقل، هل مراد الفلاسفة أي أول مخلوقات الله على الإطلاق؟ أي نعم، أي نعم، أو مرادهم أنه أول المخلوقات على الإطلاق، بل عندهم أن المخلوقات قديمة أزلية عندهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن هؤلاء الملاحدة وعلماء الكلام يفسرون أن الملائكة والشياطين هواجس وأفكار. نعم. وأنه ليس هناك مخلوقات تسمى ملائكة ولا مخلوقات تسمى شياطين. نعم. وذكرتم حفظكم الله أن من المسلمين في هذا الزمن من يقول بهذا التفسير، فهل من قال بذلك يعتبر مسلما رغم أنه أنكر خلق الملائكة؟ إن كان متعمدا فليس بمسلم، وإما إن كان مقلدا أو ناقلا فهذا لا يعتبر مخطئا وضالا، لكن لا يكفر، يعذر بجهله وبعدم قصده. نعم. ولا هالكلام موجود معناه في تفسير المنار كما ذكرت لكم، نقلا عن محمد عبده، نقلا عن الغزالي. نعم. لكننا نقول إن هؤلاء كفار لأنهم مقلدون وناقلون فقط، ما ابتدأوا هذا الشيء من عندهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الموقف الشرعي من كلام بعض الأطباء وعلماء النفس من أن العقل محله الدماغ والمخ وأنه ليس في القلب؟ لا سهل في هذا، مش اللي مكلفكم بهذا محل العقل ونوفي، ما كلفكم الله بهذا، الإنسان فيه عقل وخلاص، وينوفيه أنت ملزوم تبحث عنه. لكن ذكروا أن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ ومحله القلب. نعم. الله أعلم يعني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من طلب الشفاعة من الميت من غير تقرب إليه بشيء من العبادات سوى الطلب المذكور يعد فعله شركا، فيقولون يا ولي الله اشفع لي عند ربك بأن يشفيني من المرض أو من طلب الحوائج من الأموات فهذا شرك، هذا شرك لا تفصل. من طلب الحوائج من الأموات واستغاث بهم فهو مشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر القول بوجود عقل باطن للإنسان وعقل ظاهر، فهل هذا من جنس كلام الفلاسفة الملحدين؟ الله أعلم، ما ندخل في هذه الأمور لأن هذه من
أسرار الكون التي لا يعلمها إلا الله، وهم لا يعرفون عقولهم، حتى هم اللي يتكلمون ما يعرفون عقولهم، ما يدرون الشيء. نعم، فلا ندخل في هذه الأمور المتاهات بغير علم، لأن الله ما كلفنا بهذا. الله أمرك بمعرفة الواجبات والمحرمات وما شرعه لك، هذا اللي أوجبه الله عليك. أما أنك تبحث في العقل أو في الروح أو في هذا، ما كلفك الله فيه. نعم نعم. والقاعدة في أمور الغيب أننا لا ندخل فيها، وإنما نتبع ما جاء في الأدلة الصحيحة، ما أثبته الله أو رسوله من أمور الغيب نؤمن به، ولا ندخل فيه بالتفاصيل وبغير علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الجن لا يدخلون في الإنس، وأن المس غير الدخول، فهل هؤلاء لهم علاقة بالفلسفة؟ وهل هناك فرق بين المس والدخول كما يزعمون؟ هذا من الجهل، ولا فرق بين المس والدخول. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فما هو بهذا مس ودخول؟ فهؤلاء كما قال الله جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لما لم تدركه عقولهم كذبوه. والواجب على المسلم أنه لا يدخل في هذه الأمور، بل يثبت ما جاء في الكتاب والسنة ولا يزيد على هذا. وقد جاء في الكتاب والسنة أن الجن يداخلون الإنس ويخبلونه. واللي يقول هناك فرق بين المس والدخول، من أين جاب الفرق هذا؟ من عنده أو من تصوره؟ ما جاء به أهل العلم، بل فسروا المس بأنه دخول الجن بالإنس وتخبيله وملاطفته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظة: وبسلطانه القديم، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما قال وبالله القديم، قال بسلطانه، سلطانه اللي هو تصرفه في الأمور سبحانه وتعالى. نعم. يقول قال بالله القديم، أعوذ بالله القديم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المبدع من أسماء الله سبحانه؟ البديع، بديع السماوات والأرض، ما جاء لفظ المبدع إلا من باب الإخبار، تقول مبدعهما وموجدهما من باب الإخبار لا بأس، أما من باب التسمية تجعل من أسماء الله المبدع، هذا ما جاء، إنما جاء بديع السماوات والأرض. نعم، فاطر السماوات والأرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يعدد علماء المسلمين فيذكر منهم ابن سينا والفارابي وغيرهما، فهل يبين حالهم وما هم عليه من ضلال لكي لا يغتر بهم الناس؟ نعم، هذا ما يدري، ما يعرف ابن سينا ولا يعرف الفارابي، ويفتخر بهم لأنهم يتسمون بالإسلام، يقولون أنهم مفخرة للمسلمين، مع أنهم من أهل الضلال، لكن هذا ما يدري. أما إن درى عن ضلالهم وقال أنهم مسلمون فالأمر خطير، لكن إذا كان ما يدري وشاف مالهم من النبوغ ومن الطب، المهارة في الطب، فأراد أن يفتخر بهم، فهذا يعذر بجهله إلى أن يتبين له حال الرجلين أو هؤلاء الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمية المدارس أو الصيدليات أو الشركات بابن سينا أو الفارابي، هل فيها محذور شرعي؟ أي نعم، لا يجوز، تعظيم لهم، تعظيم لهم. لكن الصيدليات قد يقال لأن ابن سينا طبيب، وهو نوع افتخار به، فلا يجوز هذا. نعم، لكن هم يخصون الصيدليات باسم الطب لأنه طبيب ماهر، ما في شك أنه طبيب ماهر هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي كثيرا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه من مسألة القول بحوادث لا أول لها، فما معنى ذلك حيث إنه قد شنع على شيخ الإسلام بسبب ذلك،
فما هو الحق في ذلك؟ أرى أنك ما تدخل في هذا، لأنك ما أنت بواصل حقيقته إلا بعد أن تتعلم وتدرس كتب الشيخ دراسة وافية حتى تعرف مراده. أما أنك تدخل في هذا وأنت مبتدي، ما زلت مبتدي، فهذا يحيرك. وأنت تقول أنه حيرني كثيرا، نعم حيرك كثيرا لأنك ما تدري. نعم، فلا أرى أنك تدخل بشيء ما وصلت إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول لبيد وكل نعيم لا محالة زائل، هل يريد القائل بذلك نعيم الدنيا والآخرة معا أم ما مقصوده؟ ما يريد نعيم الآخرة، يريد في الدنيا هي اللي تزول وتفنى، فاللي بيحمل كلامه شيء ما قصده هذا ما هو صحيح. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحديد قبر القريب من أم أو أب أو غيرهما له أصل في الشرع؟ هل تحديد قبر القريب من أم أو أب أو غيرهما له أصل في الشرع إذا كان القصد الزيارة مستقبلا لهما؟ نعم، لا بأس بذلك، يعني هذا قصد حسن، أو أن يعرف هذه القبور لأجل أن يزورها ويسلم عليها ويدعو لها، هذا قصد حسن لا بأس به. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون لأجل أن يعرفه به زيارته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن ما يجعل عليه شيء، يقرأ أو كتابة أو يكتب اسمه أو يجعل عليه رقم؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فلا يكتب عليه. إذا وضع عليه شيء ما يعرفه إلا هو، مثل خط ولا عصا ولا شيء ما يعرفه إلا هو، فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وبين كتاب التوسل والوسيلة؟ هو هذا، قاعدة جليلة هو التوسل والوسيلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في الجنوب، وش على الكتاب، وش على طرة الكتاب، وش مكتوب؟ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكيف يسأل هذا وهو مكتوب عليه قاعدة جليلة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في الجنوب يقول الشخص لآخر خذوه افعلوا به كذا أدخلوه في جهنم، والضمير عائد للجن، فما حكم هذا؟ وما الرد على من يقول إن هذا دعاء للحاضر فيما يقدر عليه، ويقول إن الجن حاضرون معنا؟ وش أدريه أنهم حاضرون معنا ويشوفهم؟ هذا باطل وهذا شرك، هذا دعاء الغائبين ودعاء الجن، والاستنجاد بالجن هذا شرك، شرك صريح بلا شك، فيبين هذا لهم ويحذرون من هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الأشاعرة نسبتهم 95% من المسلمين، وينتسب لهم الكثير من علماء المسلمين ومفكريهم، فكيف يكونون على ضلالة؟ ما هي بالعبرة بالكثرة يا أخي، العبرة بمن هو على الحق ولو هو واحد، العبرة بمن كان على الحق ولو كان واحداً، وأما من كان على غير الحق ولو كانوا كثيرين لا عبرة به. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالعبرة بالذي عليه بالذي يسير على الحق والجادة الصحيحة، هي بالعبرة بالكثرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمة الإمام ابن الجوزي رحمه الله إن سبب ضلال العالم هو قياس الغائبات بالمشاهدات، ما معنى هذا الكلام؟ واضح. نعم، اللي يقيس أمور الدنيا على أمور الآخرة، يقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا، هذا قياس عقلي ولا يجوز. فأمور الآخرة لها حال، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإن كانت بعض الأسماء موجودة في الدنيا وموجودة في الآخرة، مثل الرمان والنخيل والأعناب، فيختلف ما في الجنة من الأعناب وما فيها من النخيل وما فيها من الرمان، يختلف عما في الدنيا، ولا يمكن
إني يشترك معه إلا في الاسم. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، الأسماء فقط، وأما الحقائق فهي تختلف. خذ مثلا الخمر، الخمر في الدنيا خبيثة أليست كذلك؟ أم الخبائث، لكن شراب أهل الجنة من العسل المصفى، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، تختلف يعني عن خمر الدنيا. فما في الآخرة يختلف عما في الدنيا ولا يقاس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك بعض الأشرطة المسجلة التي تقرأ فيها المتون، وذلك للمساعدة على حفظها، ومن ضمن تلك الأشرطة متون الأحاديث، فتقرأ بطريقة الرجز وصلا وقطعا، فما حكم قراءتها بهذه الطريقة؟ والله ما أدري عنها، لما أسمعها وأشوف، ما أحكم عليها إلا إذا سمعتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الكلام في المسجد بكلام من كلام؟ ولا هو المقصود الحفظ، أنا أشوف الناس دلوا يتهافتون على الحفظ، المقصود الفهم، الفهم والفقه فيها، ولا لو تحفظ الصحاح والمسانيد وأنت لا تفهمها ما في فائدة، تكلف نفسك بدون فائدة، خلها في الكتاب، الكتاب أضبط منك، إنما المقصود الفهم، ولو كان حفظك قليل مع الفهم خير كثير، أما حفظ كثير مع عدم الفهم لا فائدة فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الكلام في المسجد بكلام من كلام الدنيا، هل ورد أنه يأكل الحسنات؟ إذا كثر نعم، يشغل عن ذكر الله، والمساجد إنما هي لذكر الله عز وجل والعبادة، فإذا كثر في المسجد فإنه لا شك أنه منهي عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل التشبيك بين الأصابع بين الأذان والإقامة منهي عنه، أم أن النهي منسوخ؟ الذي يمشي إلى الصلاة أو جالس ينتظر الصلاة لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما بعد فراغ الصلاة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعد الصلاة، فإذا فرغت الصلاة فلا بأس، لكن المشي إلى الصلاة أو الجلوس لانتظار إقامة الصلاة هذا لا تشبك فيه الأصابع، يورد النهي عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الجماعات يحدثون بعض الاصطلاحات، كجماعة التبليغ يحدثون الصفات الست، فإذا ناقشناهم في ذلك قالوا إن أصلها صحيح، كاستحداث أهل السنة أقسام التوحيد حيث لا يوجد نص عليها، فهل قولهم صحيح؟ أهل السنة ما أحدثوا أقسام التوحيد، ما أخذينها من الكتاب والسنة، موجودة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه أقسام التوحيد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أقسام التوحيد. فكل الآيات التي في أفعال الله جل وعلا وتقديراته فهي في توحيد الربوبية، وكل الآيات التي في أفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله وما أمر الله به من العبادات فهو في توحيد الألوهية، وكل الآيات التي في أسماء الله وصفاته فهي في توحيد الأسماء والصفات، ما جابوا شيء من عندهم. أما الصفات الست هذه جابوها من عندهم، وش دليلها من الكتاب والسنة؟ خلهم يجيبوا لنا دليل من الكتاب والسنة على هالصفات الست ونسلم للدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذه امرأة تقول إنها تعمل في مركز حكومي نسائي. نعم. امرأة تقول إنها تعمل في مركز حكومي نسائي. نعم. وتقول: يتم التفتيش على جوالات الكاميرا وأخذها من الأخوات، ولا يتم المطالبة بها بعد ذلك، فبعض النساء يضعنها في المركز، فهل لإدارة المركز أن تتصدق بهذه الجوالات أم يتركونها سنة، أم ماذا يفعلن؟ هذه دائرة حكومية ولها نظام، يرجعون للنظام والمسؤولين عن هذه الدوائر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا دخل الإنسان المسجد
والدرس قائم، فما الأولى في حقه؟ أن يصلي تحية المسجد أم يجلس ويستمع للدرس مباشرة؟ لا، إذا كان بيجلس للدرس أو لغيره يصلي تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه العبارة تكتب على بعض السيارات وهي: على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب، هل هي عبارة صحيحة؟ كف القدر، هذا من جاب كف القدر؟ لو قال نمشي على القدر أو على ما قدر الله ولا ندري عن المكتوب، هذا معنى صحيح. أما كف القدر، هذا من اللي قال كف القدر؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قراءة القرآن والذكر داخل الصلاة وخارجها، ها؟ قراءة القرآن والذكر داخل الصلاة وخارجها، هل يلزم أن يحرك شفتيه أم يكتفي بالذكر بالقلب والنظر فقط؟ لا، ما يجوز، ما يكفي، لا بد يتكلم، لازم يتكلم بحيث يسمع نفسه ويحرك شفتيه، ما يكفي الاستحضار في القلب قراءة في الصلاة أو الذكر أو التسبيح الركوع والسجود، لا يكفي هذا في القلب، ما تصح الصلاة مع هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول إنه انتشر ما يسمى بالحمامات المغربية لتنظيف البشرة، فتجلس فيها المرأة ويتم كشف نصف بدنها، فهل هذا جائز؟ ما أدري عنها، إذا كانت مضبوطة بالستر والحشمة ومعزولة عن الرجال وفيها فائدة فلا تحرم، لكن كون المرأة تطلع من بيتها وتروح لها الحمامات وقد يكون فيها اجتماعات أو اختلاط بين الرجال والنساء، فيها محاذير، المرأة تستحم في بيتها والحمد لله مستورة ومرتاحة في بيتها، إذا صارت تبي منحى تحمي الماء في السخان ولا على الفرن، شو تروح لما الحمامات؟ نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.